السلام عليكم. لم تفعل إسرائيل على امتداد أكثر من 7 عقود ربما عشر ما فعلته إيران عبر ميليشياتها في سوريا والعراق في عقد واحد من الزمان. هذا ما يراه غير مراقب وهو يكتب عن المشروع الإيراني في المنطقة العربية الذي يوصف بأنه مشروع إحلالي. وفي هذا السياق تمتلئ البيئة السياسية والأمنية في المنطقة العربية بعدد من الأسئلة، مثل: كيف استطاعت طهران التمدد في قلب المنطقة العربية تحت مرأى أمريكا التي ما فتئت كل منهما تناصب الأخرى العداء؟ ولماذا مارست طهران عبر أذرعها في سوريا والعراق سياسة تغيير ديموغرافي بإفراغ مدن وبلدات وقرى في البلدين من السنة وإحلال عائلات شيعية أتي بكثير منها من أفغانستان وباكستان والهند وغيرها؟ ما طبيعة المشروع الإيراني في سوريا وما حدوده؟ وأي تداعيات على المنطقة في حال نجاحه؟ هذه الأسئلة وغيرها تأتيكم في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب، ولكن بعد متابعة التقرير التالي. كان وما زال التغيير السكاني في سوريا أحد أهم الملفات التي شغلت السوريين في السنوات الأخيرة، ومع أن هذا التغيير لم يكن وليد الأحداث التي عاشتها البلاد مؤخراً، إلا أنه أصبح اليوم واضحاً وجلياً أكثر مع اتساع نطاق المناطق التي هجر نظام أهلها أو قتلهم أو اعتقلهم. وفي ظل انشغال العالم بيوميات الحرب في سوريا والانقسام الحاصل ما بين مؤيد لثورة السوريين على نظام فاسد وقمعي وما بين رافض للثورة على النظام، هناك مذبحة صامتة من نوع آخر تشمل الوجود السوري نفسه وتنذر بتغيير هوية سوريا. لم يتأخر دخول إيران على خط التطهير العرقي والمذهبي في سوريا، ولا سيما أن لديها تجربة عميقة في العراق. نفذتها ميليشيات إيران على بغداد وضواحيها ومدن أخرى، كانت نتيجتها إفراغ تلك المدن من سكانها الأصليين باستخدام أساليب العنف بمختلف أشكاله. تراهن إيران على إطالة أمد الحرب وتعقيد الحل السياسي، فإن ذلك من شأنه أن يدفع المهاجرين إلى الاستقرار في أماكن اللجوء ويجعل احتمالات عودتهم ضئيلة، ويخدم مشروع طهران في تحقيق تغيير سكاني وتسخير القوانين من أجل تحقيق تلك الأهداف بسلب ممتلكات السوريين والسماح للإيرانيين بالسطو عليها بأثمان زهيدة. التغيير السكاني يجرى وفق استراتيجية نفذها النظام بعدة طرائق، كملاحقة الناشطين واعتقالهم وتصفيتهم وتسريب قوائم المطلوبين لدفعهم إلى مغادرة البلاد ثم قصف المدن وحصارها وإجراء مصالحات تفضي إلى تهجير السكان ثم مصادرة ممتلكاتهم وإحلال آخرين يتبعون إيران والنظام مذهبيا وسياسيا. لإيران وميليشياتها دور كبير وخطير في أعمال التغيير السكاني الممنهج في سوريا، وما يحدث هناك هو استكمال لنهج اتبعته إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن لخدمة المشروع الإيراني التوسعي للتمدد في المنطقة والحلم بعودة الإمبراطورية الفارسية على حساب الدول العربية التي تعيش اليوم في أضعف حالاتها. عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأستاذ ماجد العباسي الناشط الإعلامي الإيراني، وعبر سكايب من مدينة اسطنبول الأستاذ باسل حفار مدير مركز إدراك للدراسات. أهلا وسهلا بكما ضيفينا الكريمين. لو بدأنا من لندن أستاذ ماجد، من خلال أفعال إيران وتصريحات سياستها، كيف يمكن فهم ملامح سياستها ومشروعها في المنطقة العربية تحديدا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد أحييك أستاذ زهاد وأحيي المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا، وكذلك ضيفك الكريم وطاقم البرنامج، وأشكركم على الاستضافة. صوتي واضح أستاذ؟ واضح، تفضل. نعم، بالنسبة لمشروع إيران كما ذكرتم أنتم في المقدمة وكذلك في التقرير، ولا يخفى على أي متابع، وهم أيضا صرحوا مثل ما ورد في سؤالكم، يعني دائما يصرحون القادة الإيرانيين بدءا من الخميني الذي مات
إلى المرشد الحالي خامنئي وإلى الرؤساء أو خلينا نقول المنفذين في الحرس الثوري وفي سپاه قدس ومندوبيهم في دول المنطقة، هم دائما يصرحون بأن نحن لدينا مشروع ديني وعقدي ونريد، طبعا هم يزعمون بأن مشروعهم مشروع إسلامي، الإسلامية والمقاومة والممانعة هذه سترة أو غطاء لهذا المشروع، وهو مشروع عقدي صفوي توسعي لإعادة مجد الإمبراطورية الصفوية وليست الفارسية. وأنا أؤكد على هذا، كما ورد في تقريركم الإمبراطورية الفارسية على حساب العرب، لا، أنا أقول الإمبراطورية الصفوية على حساب المسلمين السنة بين قوسين. فهم لا يهمهم إذا يكون عربي معه وهو يدعم مشروعه، فبالتالي هم معه، فبالتالي هم بالنسبة لهم قضية سورية أو سوريا كان يطلق عليها باسم حياة خلوات، يعني خلينا نقول الحوش الجانبي اللي كانوا يستفيدون منها لتدريب طاقمهم وأجندتهم وتصدير ثورتهم إلى المنطقة، كانوا يستفيدون من سوريا. والآن هم يصرحون في الآونة الأخيرة كذا شخص، ومنهم سليماني ومنهم قاني ومنهم فيروزابادي من رؤساء السپاه الحرس الثوري وحتى رئيس الجمهور روحاني، كلهم أكدوا بأن القضية السورية أو المقاومة على ما يزعمون في سوريا هذه بالنسبة لنا قضية حياتية، موضوع حياتي، يعني قضية الحياة والموت، فنحن لن نتخلى عن سوريا. تخيلوا حتى الذين يرشحون أنفسهم في الانتخابات سواء يكون إصلاحي أو أصولي، كلهم يؤكدون على هذه القضية بأننا نحن لن نتخلى عن سوريا وعن القضية السورية وعن دعم بشار أسد والميليشيات، وكذلك الشأن في العراق وفي اليمن. فبالنسبة لهم هذا الشيء خط أحمر، وهذا قضية حياتية تعتبر بالنسبة لهم بالنسبة للنظام الإيراني، لأن بزوال هذه الأذناء سيضعف ثم سيسقط، وهم يدركون ذلك تماما. طيب، يعني عطفا على ما ذكرته، لو انتقلنا إلى اسطنبول أستاذ باسل، يعني إيران ربما ضحت بخسائر بمكاسب عفوا اقتصادية وسياسية وحتى بشرية، خسرت الكثير من هذه المسائل عاجلا ربما بحثا عن مكاسب استراتيجية آجلة. طيب هذه وقضية حياة أو موت كما تفضل ضيفنا من لندن، كل هذه المعطيات تطرح السؤال عن موقع سوريا في الاستراتيجية الإيرانية أو المشروع الإيراني الكلي للمنطقة. نعم، الحقيقة يعني الحديث عن المشروع الإيراني، أبعاد المشروع الإيراني، تمددات المشروع الإيراني، تقلبات التي مرت بها ظروف العمل مع ظروف تمدد هذا المشروع خلال الفترة الماضية، يعني يطول. بالنسبة للموضوع السوري أو تحديدا الملف السوري، سوريا لا شك أنها واحدة من النقاط الأساسية التي ينظر إليها الإيرانيون وينظر لها المشروع الإيراني بنوع من التركيز الخاص، يعتبرون سوريا بداية ممرا أساسيا لملفات أخرى ولقضايا أخرى، يعتبرون سوريا أيضا إرثا له طابع إن صح التعبير تاريخي أو طابع قديم إلى حد ما، بمعنى أن هناك مجموعة من العلاقات والاتصالات والترتيبات المتراكمة على مدى سنوات طويلة منذ عهد حافظ أسد الأب وما قبله حتى مرورا إلى اليوم. وبالتالي هناك إشكالية من طرف الإيران بإعادة النظر بهذا الترتيب بأي شكل من الأشكال. أيضا هناك بعض الأبعاد المتعلقة ببعض القضايا أو ببعض الملفات أو ببعض الاعتبارات الدينية أو المذهبية، من حيث النظرة الطائفية إلى الحالة السورية وإلى السوريين بشكل أو بآخر. وأيضا هناك الاعتبارات الاستراتيجية والجيوسياسية العسكرية، مثل أنه سوريا هناك جبهة على الأقل أو جزء من جبهة من الطرف السوري تطل على الجولان وعلى تموضعات إسرائيلية، وبالتالي تستطيع إيران استخدامها كورقة
للتفاوض لدى التواجد في هذه المنطقة بشكل أو بآخر. بالتالي يعني في مجموعة من الاعتبارات بالنسبة للإيرانيين اتجاه الملف السوري، وهذه الاعتبارات تبرر من وجهة نظر الإيرانيين خصوصية التعامل مع الحالة السورية، وفي نفس الوقت تشكل أرضية أو دافع أو رافع لتعبئة وحشية حقيقة. أستاذ باسل، يعني أستاذ باسل في هذا السياق، يعني قبل قليل طرح ضيفنا الأستاذ ماجد من لندن بأن سوريا تمثل مسألة حياة أو موت، وربما لم أفهم منه على وجه التحديد بالنسبة لوحدة إيران أم بالنسبة لوجود النظام الحاكم الآن في إيران، لكن أيا يكن، هل يعني سياسيا تمثل سوريا بالفعل مسألة حياة أو موت لإيران، أم أنها مسألة من مسائل الطرف السياسي إذا صح التعبير، المناورة خارج حدودها؟ لا، هي بالطبع الحالة السورية تشكل مسألة كثير خاصة ومهمة بالنسبة للمشهد الإيراني أو من وجهة نظر إيران. وما يمثل مسألة حالة يعني حياة أو موت ليس سورية بحد ذاتها، وإنما وجود سورية قوية خارج المشروع الإيراني هو ما يمثل مسألة حياة أو موت. إيران تدرك من البداية أن المعركة التي خاضتها في سوريا لن تنتصر فيها، لكن تدرك أيضا أو كانت تحاول أيضا وما زالت أن لا تسمح للأطراف الأخرى بالانتصار، بمعنى أنه هي تفضل خراب سوريا، إحداث مقتلة واسعة في سوريا، إحداث دمار واسع جدا في الحالة السورية وفي المشهد وفي المنطقة، إلحاق دمار واسع بالإنسان السوري على أن تكون سوريا، على أن لا تكون سوريا جزءا من المشروع الإيراني أو جزءا من الأطماع الإيرانية أو التمدد الإيراني أو التطلعات الإيرانية في المنطقة بشكل أو بآخر. والمعركة التي خاضها الإيرانيون خلال الفترة الماضية 10 سنوات الماضية في سوريا لا تشير إلى أنه نحن أمام حالة ترف أو إلى حال أنه أمام مشروع يعني عابر أو أمام تعامل عابر في المسألة السورية. الإيرانيون ضخوا ضغط كبير جدا، ضخوا بكل قوتهم في أو جزء كبير من قوتهم في المسألة السورية. في عام 2013 الحرس الثوري الإيراني أعلن عن 170 ألف مقاتل داخل سوريا، هذا ليس عدد بسيط بالنسبة لدولة، لعدد مقاتلين وقاتلون خارج دولة، خارج حدود دولة في منطقة أخرى. أيضا حجم الضغط السياسي الذي تحمله الإيرانيون، حجم الدفع السياسي الذي حاولوا إحداثه باتجاه النظام لم يكن مسألة سهلة أو مسألة عابرة بحيث نقول أنه كان هذا التعامل مع المشروع أو الملف السوري كان عبارة عن حالة ترف أو بونص إضافي أو عملية إضافية. لا، هم كانوا ينظرون إلى المشروع، إلى ما يجري في سوريا على أنه امتداد عميق داخل الأراضي الإيرانية نفسها، وكما صرح أكثر مرة أنه ما يجري في سوريا سينعكس مباشرة على ما على وضع طهران وعلى طهران ومستقبل إيران في المنطقة. طيب، تحدثت عن موضوع نجاح إيران من عدمه، هذا الموضوع ربما نؤخره للمحور الأخير من الحلقة لتفسير معنى النجاح وللقول إذا إلى أي مدى نجحت إيران أم أخفقت في مشروعها في سوريا، لكن قبل ذلك أعود مرة أخرى إلى لندن لأسأل الأستاذ ماجد، درجة التمدد الذي حققته إيران في المنطقة العربية في السنين الأخيرة حقيقة كان لافتا، وهو ترافق مع مخاشنة سياسية إيرانية للأمريكيين، يعني لا تأتي مناسبة إلا وتطلق شعارات الموت لأمريكا والشيطان الأكبر إلى آخره. قد يسأل سائل، كيف يتسنى لطهران أن تحرز هذا القدر من التمدد في المنطقة العربية تحت مرأى الأقمار الاصطناعية الأمريكية التي ترصد دبيب النملة إذا صح التعبير؟ هل من تفسير سياسي واستراتيجي لهذا التمدد بالرغم من العداء عبر تصريحات بين البلدين؟ نعم، بالنسبة للعلاقة بين إيران وأمريكا كما لا يخفى على المتابعين للشأن الإيراني، عندما تخلت أمريكا وكذلك المحور الغربي عن شاه إيران، يعني منذ تقريبا يعني قبل شهور من الإطاحة بشاه إيران، فهم تخلوا عنه رسميا، وثم ذكر شاه إيران هذا في مذكراتي بأنهم تخلوا عني وخانوني. فبالتالي قبل ذلك في سنوات، يعني نستطيع أن نقول في بداية الستينات، كانت هناك مراسلات بين الخميني المرشد الروحي للثورة ثم الذي أصبح هو الملك الرسمي للدولة الإيرانية، مراسلات بين الخميني وبين اثنين من رؤساء الأمريكان، وخميني كان يطمئنهم بأنه يحافظ على مصالحهم في المنطقة. فبالتالي نستطيع أن نقول، ثم نأتي إلى قضية أصلا، قضية المقاومة والممانع التي هي أصلا هي نستطيع أن نقول هي كحائل وحاجز دون المقاومة الحقيقية للكيان الصهيوني، بل مدافع عن الكيان الصهيوني بالأحرى.
فبالتالي دور إيران محدد ومرسوم له. لا نستطيع أن نقول بأن النظام الإيراني عميل، النظام الإيراني له يعني إيديولوجيته الخاصة واستراتيجيته الواضحة، ولكن ما يسمح له أو يسمح له من قبل القوى العظمى أن يكون النظام بمجرد مناور مشاغب لإضعاف المسلمين السنة وتغيير التوازن الحقيقي في السياسة والقوى في المنطقة، وألا يتجاوز هذه الحدود المرسوم لها. فبالتالي عندما نرى بأن النظام الإيراني يتمدد في المنطقة، فهذا يساعد المستعمر أو المحتال أو المسيطر، خلينا نقول الغربي في المنطقة، طبعا الاستعمار الحديث أقصده وليس القديم، القوى العظمى والنظام الدولي اللي يسيطرون. فبالتالي هذا الموقف الإيراني، التحركات الإيرانية يساعدهم في تنفيذ أجندتهم في المنطقة، وذلك نشاهده حتى في الحرب الإيرانية العراقية، وهذا ثبت بالأدلة الواضحة بأن الدولة الوحيدة التي كانت تساعد أو تمدد أو تسلح إيران هي دولة إسرائيل. فكيف بالعداء الواضح الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، ولكننا نرى بأن إسرائيل تسلحهم في حربهم مع العراق، وكذلك أمريكا تساعدهم في أو هم يساعدون أمريكا في إسقاط نظام طالبان أكبر عدوهم ونظام صدام عدوهم الثاني اللدود. فبالتالي هذا الدور واضح ومرسوم له، وله أهداف واضحة وجلية، وذلك لتنفيذ أجندة النظام الدولي في المنطقة. طيب لو سألت الأستاذ باسل، هل توافق على ما طرحه من أن يعني إيران في النهاية تتعاون من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة مع إسرائيل وأمريكا؟ هل هذا يدخل تحت إطار نظرية المؤامرة التي لم يشرد منها شيء تقريبا في المنطقة، أم أن من حسن حظي كل من طهران وواشنطن أن مصالحهما الاستراتيجية تلتقيان في المنطقة، التقتا في أفغانستان والتقتا في العراق والآن تلتقيا في سوريا وإن كان بدرجة أقل؟ يعني هو لا شك في مساحة تقاطع بين المصالح المشروع الأمريكي أو الولايات المتحدة وبين الإيرانيين. هل هذه المصالح التي يعني تلتقي بشكل أو بآخر أحياناً هي مصالح استراتيجية لدى الطرفين؟ هذا أمر فيه نظر. ربما معظم المصالح التي يلتقي فيها مشروع الطرفين هي مصالح ليست استراتيجية، أما على المستوى الاستراتيجي التباين واضح بين المشروعين. هذا لا يعني أن بالضرورة أن حالة العداء أو التباين أو عدم التوافق حسب في كل مرحلة من المراحل ما هي الظروف التي تحكم العلاقة بين المشروعين أو بين الدولتين وطريقة تفكيرها، أن حالة العداء هذه ترقى لمستوى المواجهة العسكرية أو المواجهة المباشرة. وبالتالي ليس كل تحرك تقوم به إيران داخل حدودها أو خارج حدودها على المستوى العسكري أو السياسي أو الاقتصادي سوف يعني بالضرورة حالة مواجهة مع الولايات المتحدة أو مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة مثل الإسرائيليين وغيرهم. وفي العادة أو منذ فترة ليست بالقليلة كان الولايات المتحدة بدأت تميل بشكل كبير للعمل من خلال إما جهات مفوضة نيابة عنها للمواجهة مع الآخرين أو من خلال الضغوطات بقوة أخرى غير القوة العسكرية المباشرة، وحصر استخدام القوة العسكرية على الضربات النوعية مثل الاغتيالات أو الضربات الموجهة. على سيرة الضربات النوعية، يعني ثمة من يقول بأن هذه الضربات هي تطبيق عملي لحدود الدور الإيراني المسموح به في سوريا، وأن أمريكا لا غضاضة عندها من أن تقوم إيران بأن يكون لإيران نفوذ في سوريا وفي العراق وفي عدد من الدول، نفوذ يضمن مصالح الغربيين في المنطقة ومن ضمنها حماية أمن إسرائيل. هل هذا الكلام معتبر سياسيا؟ لا، غير معتبر سياسيا. فكرة حفظ أمن إسرائيل والتمدد الإيراني لا يلتقي. يعني إيران دولة تبحث عن مصالحها الخاصة، تعتبر مواجهتها مع إسرائيل وقدرتها على المواجهة مع إيران بمعنى أن تتواجد في مناطق يمكنها من خلالها توجيه ضربات لإسرائيل واحدة من الأوراق التي تلعبها ضد المصالح الغربية وضد الإسرائيليين أنفسهم. المشكلة أنه كثيرين يفسرون الأمور بعكسها فقط، يعني إما أنه إيران مع إسرائيليين وإما إيران ضد الإسرائيليين. لا، إيران مع نفسها ضد كل الأطراف،
ليست مع هذا الطرف او ذاك، او مع او ضد هذا الطرف او ذاك بالضروره في كل مره او في كل مرحله من المراحل. التمدد الايراني في المنطقه جاء نتيجه حاله تعبئه طويله وعميقه، وليس امرا يمكن عكسه بمجرد كبسه زر او بدخول بحاله مواجهه. لا يستطيع لا الامريكان ولا غير الامريكان عكس هذا التمدد بهذه بطريقه بسيطه او سريعه. ومسؤوليه مواجهه هذا التمدد هي ليست مسؤولية الولايات المتحدة، هي مسؤولية أبناء المنطقة نفسهم دولاً وشعوباً ومؤسسات وجماعات وتيارات وما إلى ذلك. أما العامل الأمريكي هو شأنه شأن أي مشروع آخر يحاول التواجد أو يحاول لعب دور في المنطقة إلى جانب مشاريع أخرى كثيرة، يمكن أن يتقاطع مع بعض التوجهات أو تطلعات أو الخطط الموجودة في هذه المنطقة من طرف أبنائها، ويمكن أن يتناقض معه. في كل الأحوال مواجهة التمدد الإيراني لا يقتضي بالضرورة من طرف الولايات المتحدة، أتكلم الآن، لا يقتضي بالضرورة أن تكون هناك مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين. بالعكس، الولايات المتحدة تميل إلى تقنين هذا التواجد وإلى تجديبه وإلى مواجهته على المدى الطويل بطرق أخرى مثل حصار اقتصادي والضربات النوعية والمقاربات السياسية واللعب على الوضع الداخلي الإيراني ومحاولة الضغط على الأطراف واختيار الأطراف التي تمثل إيران من وقت لآخر وغيرها من الوسائل الكثيرة أو أدوات كثيرة تستطيع أن تستخدمها الولايات المتحدة في هذا الصدد. بعد قليل نبحث وسائل إيران في إنفاذ مشروعها في المنطقة العربية وكذلك تداعيات نجاحه على المنطقة العربية، نلتقي بعد قليل. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن مشروع إيران وموقع سوريا. منه سريعا أذهب إلى لندن أستاذ ماجد، يعني ربما لدى الكثير حتى من المراقبين يعني ما تريده إيران من المنطقة العربية ما زال مجهولا، حقيقة وعمق وحدود ما تريده إيران من المنطقة العربية، لماذا كل هذا التمدد ولماذا كل هذا السخاء في الإنفاق، ماذا تريد تحديدا؟ النظام الإيراني كما سلفت نظام عقدي، يعني السياسات الداخلية والخارجية والاستراتيجيات المرسومة كلها مبنية على أسس عقدية، وهذه العقيدة نحن نسميها الصفويون الجدد، يعني نحن لا نريد أن ندخل في المجال العقدي، لكن لماذا؟ لأنهم يمشون على نفس سياسة الدولة الصفوية الأم التي ظهرت في القرن العاشر بواسطة إسماعيل الصفوي، وبالتالي هم يرون في الدول المنطقة، يعني مثلا على سبيل المثال سوريا يعتبر بالنسبة لهم سوريا، العراق، لبنان، وأخيرا اليمن، حتى البحرين الشرقية من السعودية، جزء من أفغانستان، باكستان، هذه المناطق كانت تابعة نوعا ما، جزء كبير منها حتى جزء من لواء اسكندرون، جزء من منطقة الأكراد في تركيا، هذه المناطق كانت تابعة للدولة الصفوية، ففيها أقليات شيعية، فهؤلاء يرون وينظرون في تلك المناطق كعمق استراتيجي لهم. يعني هذه القضية ليست قضية أو وليدة يعني عصر الخميني، بل منذ العهد الصفوي كذلك الدولة القاجارية كانت تهتم، وحتى لو ننظر إلى يعني إلى تكوين الدولة الصفوية، هم أتوا بعلماء من العراق ومن البحرين ومن جبل عامل في لبنان خاصة، وكذلك هم كانوا أيضا دائما يغذون ويدعمون الأقليات الشيعية حتى العلوية، بما أن أساس الدولة الصفوية أصلا من العلويين جاء، فأيضا كانوا يدعمونها. فبالتالي يرون في هذه المناطق كلها
كعمق وامتداد استراتيجي لهم، فلا يريدون أن يتخلوا عن هذه المناطق، إضافة إلى الأهداف الأخرى يعني خلينا نقول الجيوسياسية والاقتصادية وكذلك السياسية الأخرى المرحلية. نعم، لكن الأصل العمق العقدي والاستراتيجي والعقدي والديني موجود، فبالتالي هم يريدون أن يحافظوا على كل هذه المناطق وولاء هذه المناطق لهم، خاصة هذا النظام الذي بنيت على أسس عقدية، وهم عندما أتوا يعني قضوا على حكم الشاه وكتبوا الاستراتيجية السرية لهم بما تسمى بالخطة الخمسينية، فهم ذكروا بأن نحن استطعنا أن نصل إلى الحكم بعد قرون طويلة. لماذا؟ لأن الدول التي تلت الدولة الصفوية لم تكن دول دينية محضة، ولكن هذه الدولة تسمى الدولة الإسلامية، والقانون أو الدستور كلها مبنية على أساس الشريعة الفقه الجعفري، فبالتالي هم يريدون في المنطقة العربية بسط نفوذهم وسيطرتهم، وإما بالتوسع السياسي أو بالأحرى نستطيع أن نقول بإخضاع دول المنطقة، خاصة المناطق التي فيها الأقليات الشيعية كالعراق، كالشرقية من السعودية، كالبحرين، كلبنان، كسوريا، كاليمن، حتى أفغانستان، باكستان. لا ننسى بأن نحن قد يخفى علينا ما يفعلون في أفغانستان وباكستان، لكن أنشطتهم كثيرة وخطيرة وكبيرة جدا في هذه الدول أو هاتين الدولتين، فبالتالي يريدون أن يحافظوا على تأثيرهم وعلى سيطرتهم وعلى قوتهم في تلك المناطق. حديثك هذا مرتبط بوسائل إيران في تنفيذ مشروعها في المنطقة، وهو ما أسأل عنه باسل من إسطنبول. يعني قد يكون مفهوما قبل هدوء غبار المعارك في سوريا سلسلة اتفاقات، عمليات قصف، عمليات حصار مارستها إيران عبر أذرعها سواء ميليشيات أو النظام السوري في إفراغ مناطق من مكوناتها الأصيلة. الآن بعد توقف المعارك، ما السمة التي ميزت أساليب طهران في إنفاذ مشروعها في سوريا؟ هو الحقيقة منذ فترة ليست بالقليلة إيران بدأت تركز بشكل كبير على اختراق مؤسسات الدولة وعلى التواجد فيها وترسيخ تواجدها فيها، بحيث تصبح قادرة على التحكم بمفاصل عديدة من الدولة، وخاضت في بهذا الصدد أو في هذا المسار منافسة معينة بحجم معين مع الاحتلال الروسي أيضا إلى جانب الاحتلال الإيراني. والآن وصلنا إلى مرحلة أصبحت مؤسسات الدولة السورية اللي الواقعة تحت سيطرة النظام متقاسمة بنسب ما مع كلا الاحتلالين، يعني في مؤسسات تتبع بشكل أو بآخر للاحتلال الروسي، في مؤسسات تتبع بشكل أو بآخر للاحتلال الإيراني، وهناك ترسيخ مستمر بشكل دائم لهذا الأمر. أحد أبرز الأمثلة على هذا الأمر هو تداخل الحالة الإيرانية بوزارة الاتصالات، والمثال الآخر البارز جدا هو تداخل الإيرانيين وتدخلهم في موضوع التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم، خصوصا بعد الاتفاقية التي وقعت العام الماضي التي سمحت بإتباع إدارة وزارة التعليم السورية إلى وزارة التعليم الإيرانية، وسمحت للإيرانيين بالتحكم حتى بتعيينات معلمين في مدارس التي تتبع مناطق النظام. وهلما جران فيما يخص موضوع البنوك، بموضوع العملة، في موضوع الموانئ، في مواضيع أخرى تتعلق بالطاقة والكهرباء ومختلف قطاعات الدولة. واضح جدا ترسيخ أو توجه الإيرانيين لترسيخ وجودهم في مفاصل الدولة وفي قطاعات مختلفة كنوع من البديل عن الانحسار أو الانكسار الذي حصل في الجانب العسكري بعدما استنفذت إيران جزء كبير جدا من طاقتها في الجانب العسكري، لكنها لم تفلح في تحقيق هدفها اللي كان متمثل بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 2011، كما صرح الإيرانيون في أكثر من مناسبة أنهم يهدفون من خلال تواجدهم في سوريا ومن خلال دفعهم بالعمل العسكري من خلال إيران مباشرة ومن خلال أذرعها والميليشيات التي تتبع لها إلى استعادة النظام السيطرة على كل أراضي سوريا. وصلوا إلى مرحلة هذا الأمر لم يعد واردا وأصبح ميؤوس منه بالنسبة لهم، فبدأ التوجه باتجاه كما قلت التغلغل أو الترسيخ وجودهم في مفاصل الدولة، محاولة التحكم بمفاصل الدولة السورية. طيب أستاذ ماجد، بحسب تقديرات للأمم المتحدة، ودعني أنقل لك أقتبس لك ما قاله
مسؤول أممي بحسب تقديرات الأمم المتحدة لإنفاق إيران في سوريا في المسألة السورية تحديدا، كما جاء على لسان جيسي شاهين المتحدث باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، قال إن إنفاق إيران في سوريا حافظ على معدل سنوي هو 6 مليارات دولار سنويا، أي يعني بما يزيد عن 50 مليار دولار منذ عام 2012 وحتى يومنا هذا. حصل هذا بالرغم من عقوبات اقتصادية أمريكية شديدة على طهران، تضخم الداخلي، تراجع اقتصادي، انهيار في العملة في التومان الإيراني، ثم زد على ذلك شارع إيراني غاضب ومحتقن وفقدان لشعبية النظام بحسب معارضين إيرانيين كثر يركزون على هذه القضية. السؤال هو كيف استطاعت إيران الجمع بين هذه المعادلة، هذا الضعف في الخارج وهذا الإنفاق الكبير، الحفاظ على مستوى ثابت من الإنفاق في سوريا؟ هو يعني في الآونة الأخيرة كما ذكرتم يعني الوضع الاقتصادي مزعج جدا في الداخل الإيراني، وكذلك العقوبات أثرت بشكل كبير على هذا الشيء، والتجأ النظام الإيراني مع أذرعها وميليشياتها لا سيما حزب الله اللبناني إلى تجارة المخدرات وكذلك غسيل الأموال، فهذا معروف جدا. فبالتالي الشعب والضرائب الباهظة على الشعب، كل هذه الأمور والفقر المدقع الموجود في الداخل الإيراني خاصة في السنوات الأخيرة، يعني القضية السورية وكذلك تدخلاتهم في اليمن، تدخلاتهم في دعمهم لحزب الله، دعمهم للميليشيات، كل هذا لم تتوقف مع أنها قلت خاصة بالنسبة لحزب الله والميليشيات في العراق، الدعم لم تتوقف لكنها خف، لكن مع ذلك هم حافظوا على هذا الدعم. فبالتالي لا ننسى هنا قضية مهمة جدا أنا أريد أن أشير إليها، وهي أن النظام الإيراني تعيش على دعم وعلى قوة هذه الأذرع الخارجية. الآن النظام الإيراني الحالي يعيش على دعم الأذرع والأذناب والميليشيات الخارجية، لا يوجد لهذا النظام شعبية في الداخل. على سبيل المثال العدد الذي ذكر 170 ألف، هؤلاء ليسوا إيرانيين، هؤلاء لو نقول في أقصى تقدير عدد الإيرانيين الذين ذهبوا إلى سوريا 4000، لكن الذين ذهبوا وإلى الآن النظام الإيراني يعني يسكنهم ويبني لهم المستوطنات، سواء النظام الإيراني والنظام السوري والميليشيات يبنيهم المستوطنات في سوريا، هؤلاء جلهم من الأفغان والباكستانيين والعرب، وهؤلاء هم يشكلون العصب الحقيقي والأذرع الحقيقي للنظام الإيراني. فبالتالي نحن يعني مواجهة النظام الإيراني يأتي من الخارج أنا في رأيي أكثر مما هو من الداخل، لأن الداخل الشعب ناقم ولكنه ليس بيده أي شيء، الشعب أعزل بمعنى الكلمة ويقمع ويقتل ويذبح خلال أي مواجهة وأي احتجاج. طيب أستاذ باسل، يعني نلاحظ ردة فعل إيران تجاه التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، أن إيران تمرر رسائل خشنة للأمريكيين في العراق، قصف ميداني لمواقع عسكرية وأمريكية مباشرة. في سوريا يختلف الوضع، هناك عمليات قصف شبه منتظمة من قبل الكيان الصهيوني في فلسطين إلى بالنسبة على المواقع الإيرانية. بعض هذه العمليات القصف قد تكون إلى حد ما مهينة أمام يعني الحاضنة لهذا الخطاب الإيراني. هل من تفسير لهذا الاختلاف في ردة الفعل؟ هل إيران منشغلة بتثبيت حضورها الطائفي والاقتصادي مثلا في سوريا ما يدفعها لغض الطرف عن بعض هذه الضربات، أم أن ثمة تفسيرا آخر؟ لا، هو بالحقيقة إيران لم توجه بنفسها بشكل مباشر أي رسائل خشنة للأمريكان، هي توجه بعض أذرع إيران، نعم، تشتبك مع الوجود الأمريكي مثلا في العراق، وأحيانا يحصل حتى هذا الاشتباكات في مناطق أخرى مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن ومناطق أخرى. الإيران ما تقوم به العكس تماما، أنها تفاوض الأمريكان على هذه التحركات أو هذه المشاغبات، بمعنى أنها تضع ورقة التحكم بهذه المشاغبات وتقول أنه أنا القادر، يعني لديها أذرع في إيران تخاشن الأمريكيين من خلالهم، ولديها أذرع في سوريا لا تخاشن من خلالهم، يعني هذا سؤالي، لماذا؟
لأنه اللعب بالوضع السوري ليس محط تفاوض، وستكون هناك ردة فعل، وقد جرب الإيرانيون هذا. هم قصفوا في عام 2015 بعض المناطق التواجد الأمريكي في سوريا، وكان الرد الأمريكي جدا قاسي عليهم، وايضا الامر نفسه حصل من طرف ايضا الروس، ونفس الامر حصل من طرف الاسرائيليين. وبالتالي هم يعني ضمن ما تسمح به قواعد الاشتباك او ضمن ما تسمح به هوامش التحرك بالنسبه لهم، يحاولون ان يشاغبوا قدر الامكان من خلال اذرعهم وليس بشكل مباشر من ايران. وعندما يجلسون الى طاوله مفاوضات او الى طاوله حوار، هم يستخدمون هذه المشاغبات كورقه لتقوية موقفهم في التفاوض. هل هذا يعني مباركة أمريكية للنفوذ الإيراني في سوريا، ولكن مباركة ضمن الضوابط والرؤية الأمريكية وليس ضمن ما يريده الإيرانيون؟ فيما يخص سوريا، الأمريكيون يريدون إيران خارج سوريا، ليسوا مباركين للوجود الإيراني. ولكن إذا كان عليهم أن يتعاملوا مع الوجود الإيراني، بمعنى إذا أصرت إيران على البقاء في سوريا ودفع هذا الثمن، فإنهم يفضلون أن يكون هذا الوجود ضمن ضوابط معينة وسقوف معينة ترسمها السياسة الأمريكية بالطبع. طيب، لو ذهبت إلى لندن مرة أخرى، هل يمكن القول أن طهران باتت أقرب من أي وقت مضى، أستاذ ماجد، في لندن إلى إنفاذ طموحاتها الإقليمية وأحلامها التوسعية في قلب المنطقة العربية برأيك؟ يعني إلى، عفوا صوتكم لم يصلني جيد. طيب، أعيد طرح السؤال. بناء على التفاعلات وتطورات التي نراقبها ميدانيا، تسمعني الآن أستاذ ماجد؟ نعم أسمع. هل باتت إيران أقرب من أي وقت مضى إلى إنفاذ خططها وأحلامها التوسعية في قلب المنطقة العربية برأيك؟ نعم، أنا في رأيي كما أذكر دائما يعني خلال اللقاءات للإخوة، بأن النظام الإيراني الآن، طبعا كل النظام يأخذ الشعبية والشرعية والقوة من الداخل، فبالتالي النظام منهار من الداخل، والآن يعيش على التوسع والتمدد الخارجي والدعم الميليشياوي والأذرع الخارجية. ولكن حتى هذه الأذرع في الآونة الأخيرة نلاحظ بأنها ضعفت، خاصة في، نعم، المناورات أو رقصة الموت موجودة ومستمرة، لكن أنا في رأيي بأن هذه الحالة لن تدوم كثيرا، وسوف نشاهد في السنوات القادمة، بضع سنوات قادمة بإذن الله، سقوط أو خلينا نقول قص الأجنحة الإيرانية النهائية من المنطقة، وضعف النظام الإيراني وانحصاره في الداخل، أو سقوط النظام الإيراني، وذلك لأن السياسة الدولية أيضا العقوبات بدأت تؤثر بشكل كبير، وكذلك المشاغبات الإيرانية بدأت تؤثر على أو تشوش على النظام الدولي. أستاذ ماجد، قد يقول لك يعني مستمع الآن لهذا الحديث، أنه كيف بدأت تؤثر وتعول على سقوط النظام الإيراني بسبب الضغوط الاقتصادية وأن النظام الإيراني يضعف في الداخل، علما أن الإيرانيين يتمددون في المنطقة ويحافظون على نسق ثابت من دعم وكلائهم في المنطقة العربية، يعني ربما هذا يتعارض مع ما تتفضل به. لا، هذا هو ظاهر الأمر، لكن هم لم يواظبوا ولم يستطيعوا خاصة في الآونة الأخيرة أن يواظعوا على التمدد أو الاستمرار في التمدد والقوة في التمدد. على سبيل المثال، القضية الاقتصادية أثرت عليهم بشكل كبير، دعم الميليشيات خاصة حزب الله اللبناني خف بشكل كبير جدا، الأجندة الإعلامية الكبيرة، الإمبراطورية الإعلامية الإيرانية ضعفت بشكل كبير. يعني الآن مثلا منذ شهور حتى قناة كوثر الإيرانية كانت تشتكي من قلة الدعم المادي، يعني هذا الشيء فريد من نوعه، يعني حتى قناة كوثر بل أغلقت القناة في بعض الأقمار الصناعية منه هوتبير بسبب عدم وجود الدعم. وكذلك النظام الإيراني بدأ يتجه إلى تجارة المخدرات بشكل كبير جدا جدا، وأنا سوف أنشر بإذن الله خلال الأيام القادمة تقرير عن هذا الموضوع. فبالتالي هذا كل ذلك يدل، وأيضا التغلغل الداخلي والخلافات الداخلية الموجودة بين أذرع النظام الإيراني بل بين الأصوليين أنفسهم، هذا إضافة إلى السرقات والاختلافات، تمثل بإقصاء أحمد نجاد وأمثاله عن الانتخابات الرئاسية، تقصد؟
أحمدي نجاد، أستاذي أحمدي نجاد هو أصلا منذ فترة أكثر من 10 سنوات نستطيع أن نقول انشق عن الأصوليين، يعتبر يعني الأصوليين الآن انشقوا إلى 3 أقسام، بل لاريجاني، ما نقول أحمدي نجاد، لاريجاني تم منعه من الخوض في الانتخابات مع أن هو أيضا من التيار الأصولي المتشدد، فما بالك بغير الأصوليين. وكل ذلك يشير إلى أن النظام الإيراني ليس في حالة قوية كما هي كانت في السابق. طيب. هذا مرتبط بالحديث عن مستقبل الوجود الإيراني في سوريا، هو ما أسأل عنه باسل، يعني ما مستقبل هذا الوجود الإيراني في سوريا مأخوذا بالاعتبار المفاوضات النووية والصراع الإقليمي على سوريا؟ يعني على المستوى العسكري يشهد الوجود الإيراني في سوريا يعني انحسارا من نوع ما، ليس انحسارا بمعنى انسحاب إيراني من داخل سوريا إلى خارجها، لا، وإنما تموضعات جديدة للإيرانيين بعيدا عن بعض الجبهات، بعيدا عن خطوط المواجهة، انحسار إلى داخل المعسكرات والمقرات وما إلى ذلك، في نوع من محاولة التهدئة فيما يخص الوجود العسكري، التهدئة من الطرف الإيراني، وكما قلت في المقابل يجري التركيز بشكل أكبر على التغلغل في مفاصل الدولة والتحكم أو ترسيخ الوجود الإيراني في مفاصل الدولة، بحيث تصل إلى مرحلة التحكم بنسبة ما أو بدرجة ما بمشهد الدولة، مشهد الدولة السورية. لكن هذا المشهد لا يعتبر الآن في لحظة الحالية هو مشهد نهائي، بمعنى أن هناك مجموعة من التقلبات قد نكون نحن مقبلون عليها فيما يخص الوجود الإيراني وعلاقة إيران بالموضوع السوري بشكل أو بآخر، نتيجة كما تفضلت في مفاوضات على الملف النووي، في اليوم أيضا حضور عربي معين في هذا الملف يطالب بتوضيح بشكل واضح لعلاقة الوجود الإيراني بشكله العسكري في سوريا. أيضا هناك إشكاليات تتعلق بمفهوم أصلا أو بالأرضية الأساسية التي انطلق منها فكرة الوجود العسكري في سوريا لدى الإيرانيين ولدى غير الإيرانيين ممن يتبعون المشروع الإيراني أو يتعاملون مع المشروع الإيراني، بمعنى هناك سؤال يوم فاقع حول جدوى أصلا خوض معركة عسكرية من طرف الإيراني في سوريا إذا كان المشروع الإيراني وإذا كان التوجه الإيراني لم يستطيع النفاذ داخل سوريا. طيب مرة أخرى أيضا لندن، أستاذ ماجد، أن إسرائيل لا يكاد يمر تقريبا أسبوع أو أسبوعين أو 10 أيام إلا وتقصف مواقع لميليشيات إيرانية في سوريا، والهدف المعلن من قبل الإسرائيليين أنهم لا يريدون لإيران أن تكون موجودة في سوريا، وعلى الأقل أن تكون موجودة على الأقل على بعد 85 كيلومترا بحسب اتفاقية طلبت روسيا من إيران أن تفعل ذلك، لكن إيران فيما يبدو لم تلتزم بهذا. هل يمكن للضغط الإسرائيلي مشفوعا بالدعم الأمريكي إخراج الإيرانيين، أن يخرج الإيرانيين من سوريا، أم أن خروج إيران ذات المشروع العقدي كما تفضلت، الصفوي كما قلت، يحتاج إلى ما هو أكبر من ذلك؟ لا يمكن إخراج إيران بهذه الضربات، بل هذه لعبة سياسية، ونحن يعني نقول دائما بأن هم ليسوا متحالفين، لكن هم يتوافقون على المصالح، فهنا نستطيع أن نقول هذه قص أجنحة لإيران حتى لا تتدخل فيما لا شأن له فيه، يعني أو لا يتمدد أكثر من اللزوم، فهذه رسالات أو رسائل من الإسرائيليين وكذلك الأمريكان، كما هو الشأن في الاغتيالات التي حصلت في الداخل الإيران أو الانفجارات التي تحصل بين فينة وأخرى في الأماكن النووية الإيرانية في الداخل، هذه كلها رسائل من الأمريكا ومن إسرائيل حتى يدرك النظام الإيراني الدور المرسوم له أو الحد المسموح له، فبالتالي لا يستطيعون أن يخرجوا إيران من سوريا إخراج نهائي، لأن أصلا وصول أو دخول إيران أو وجود إيران في المنطقة كما ذكرت لكم في دول المنطقة ومنها سوريا، هذا يرجع إلى عمق استراتيجي لهم منذ مئات السنين وليس قضية حالية. أنا على سبيل المثال أنا زرت سوريا سنة 2008 عدة مرات، فرأيت هناك حوزات دينية لإيران وحضور بارز لإيرانيين، وكذلك بعض، لا أقول كثير، لكن رأيت بعض الشباب السوريين المتشيعين للأسف أقول لهم قلة لا شك، لكن موجود والنشاط الإيراني موجود، فبالتالي القضية هذه أكبر من وجود عسكري طارئ. بارك الله فيكم. إذا لم يكن هذا الضغط وهذا القصف قادرا على إخراج الإيرانيين من سوريا،
بسبب ما تقول انه امتداد وتجذر الى حد ما في سوريا للايرانيين. ما الذي يمكن ان يخرج الايرانيين في سوريا برايك؟ هل هي ثوره في الداخل ام ثوره في الدول العربيه؟ الاثنين، اما ثوره في الدول العربيه التي تؤدي الى اخراج اذناب ايران من دولها كما هو الشأن في العراق واليمن وسوريا ولبنان، او ثوره في الداخل الايراني واسقاط النظام الايراني. في كلا الحالتين، اما غير هذين الحالتين، لا ارى الاخراج النهائي للنظام الايراني من المنطقه. طيب، يعني اختم هذه الحلقه مع السيد باسل من اسطنبول، وبشيء من التفصيل لو حدثتنا عن اي تداعيات محتمله على المنطقه العربيه في حال نجاح المشروع الإيراني في سوريا، وثمة من يقول بأن إيران تحرز تقدما في سوريا. أعتقد أن إيران في حال التقدم، لا في سوريا ولا في غيرها. إيران بدأت تدخل الإيراني بشكل فاقع في لبنان ثم العراق واليمن وسوريا، وهناك تدخلات بشكل أبسط في مناطق الخليج ومناطق أخرى. اليوم العراق يعاني ما يعاني، والإشكال في العراق أكبر من أن يعني يختلف عليه. هناك إشكال حقيقي في العراق، والإشكال في لبنان أيضا واضح ومعروف، الإشكال في سوريا واضح ومعروف، الإشكال في اليمن واضح ومعروف. إذا المناطق الأربعة إلى الآن التي تمدد فيها المشروع الإيراني وإيران أحدثت فيها حضورا حقيقيا أو حضورا كبيرا واضحا أكثر من غيرها، هي عبارة عن حقوب سوداء بالنسبة لإيران. وهناك منطقتان منها على الأقل اللي هي لبنان والعراق تعاني انهيارا حقيقيا في مفهوم الدولة وفي مفهوم المجتمع. والإشكالية الأخرى الأكبر التي يعاني منها المشروع الإيراني برأيي هو ما يتعلق بالمفهوم نفسه الذي يستند إليه الإيراني، مفهوم ولاية الفقيه من ناحية ومفهوم تصدير الثورة من ناحية أخرى. كلا المفهومين أو كلا الشعارين أو كلا الركيزتين الأساسيات من ركائز المشروع الإيراني تم بشكل أو بآخر نقضها أو تم بشكل أو بآخر. طيب باسل لو سمحت، يعني هاتين ذكرت نقطتين مهمتين ينبغي أن أتوقف عندهما. ذكرت بأن العراق دخل في مرحلة الفشل على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع، وأن مبدأ ولاية الفقيه تم نقضه أو نسفه في المنطقة العربية. كيف يعني يتسق هذا مع ما نراه من أن هذا المبدأ، مبدأ ولاية الفقيه، تمدد إلى إيران وصار له حضور في سوريا وفي لبنان، يتجذر أكثر فأكثر. ربما الاستثناء الوحيد هو في العراق بسبب الطغيان الإيراني. زد على ذلك أن القضية الثانية، وهي قضية أن فشل الدولة العراقية وفشل المجتمع العراقي، أليس هذا من نجاح المشروع الإيراني؟ ألا تريد إيران دولا عربية فاشلة وضعيفة حتى تتمكن من تمديد نفوذها فيها؟ مسألة ولاية الفقيه ليست المشكلة في أنه نقضها. ما أعرف إذا كان في ثنايا الكلام بدون أشعر استخدام كلمة نقض. هي مسألة ولاية الفقيه بمعنى أنه لم يعد جمهور المناطق هذه التي يتواجد فيها الإيرانيون، سواء حتى في المناطق التي فيها شريحة واسعة من الشيعة مثل العراق ولبنان، لم يعودوا ينظروا إلى مبدأ ولاية الفقيه كرافعة أو كركيزة يمكن الاستناد إليها لبناء دولة قوية. والأمر نفسه بالنسبة لمشكلة تصدير الثورة، لا في المشروع الإيراني عندما تمدد في داخل العراق دونا عن أي منطقة أخرى، كان الاعتقاد أو كان التوجه أو كان الوعد الإيراني أن العراق ستكون هي نموذج مميز لفكرة التمدد الإيراني، الذي حصل بالعكس، أن النموذج العراقي هو كان أسوأ النماذج من النماذج الأربعة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، في إشكالية حقيقية ظهرت لدى تمدد النموذج الإيراني في الحالة العراقية، وهو ما يتعلق بمسألة تصدير الثورة، أنه لا يمكن أن يكون هناك دولتان مصدرتان للثورة. دولة المصدرة للثورة واحدة هي الدولة الإيرانية، وبالتالي انتقال مسألة الإمامة ومسألة إدارة الحوزة وإدارة المشروع الإيراني بشكل عام إلى العراق ما حصل. والذي حصل أنه احتفظت إيران باحتكار المشروع الإيراني وإدارة المشروع الإيراني، وحولت العراق إلى دولة فاشلة جديدة وحديقة خلفية لإيران. بالتالي هي الفكرة السياسية للتمدد الإيراني والغاية السياسية من الارتباط بالمشروع الإيراني والبناء على فكرة التمدد الإيراني كأداة أو كرافعة لتخليص منطقة أو وطن أو دولة ما من وضع هي عليه إلى وضع آخر أفضل، هي التي سقطت. بمعنى أنه اليوم تنظر أي شعب من الشعوب اليوم، لو قلت له في أي منطقة في العالم أنه في تمدد إيراني جاي خلصك من وضع أنت قائم عليه، هو مباشرة سوف ينظر إلى النموذج العراقي، اللبناني، السوري، اليمني، كلها نماذج غير مرضية ونماذج غير مشجعة. لا بل ها أصحاب هذه النماذج نفسها بما فيهم كثيرون ممن كانوا يصفقون المشروع الإيراني نفسه اليوم هم يعيدون النظر بشكل واضح وصريح بالعلاقة مع إيران، علاقة مع إيران ككل.
إضافة أخرى لأنه وضحت الفكرة، يعني وضحت الفكرة، أرجو المعذرة يعني أستاذ باسل، أدركنا الوقت يعني في ختام هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن أشكركما ضيفي الكريمين، من لندن الأستاذ ماجد العباسي الناشط الإعلامي الإيراني، ومن إسطنبول الأستاذ باسل الحفار مدير مركز إدراك للدراسات. شكرا لكم مشاهدينا الفاضلين، دمتم في حراسة الله.